والدتي أتت من مصر عن طريق البحر ولم تنوي العمرة من الميقات نظرا لظروف مرضها، وهي الآن معي في مكة، فمن أين تنوي العمرة؟ إذا كانت جاءت من بلدها تريد العمرة ولكنها تجاوزت الميقات ولم تحرم لأنها مريضة، تقول الواجب أنها تحرم ولو هي مريضة، لأن الإحرام معناه نية النسك، تنوي الدخول في النسك وهي في مكانها، وهي على فراشها أو على كرسيها، ما يحتاج شيء. إذا حاذت الميقات تنوي الدخول في العمرة وتلبي، هذا هو الإحرام. لكن لما تعدت الميقات ولم تحرم وتريد الآن أن تحرم، لا بد أن تذهب إلى الميقات الذي تعدته، وهو الجحفة، لأنها جاءت من مصر فميقاتها الجحفة، تذهب إليها وتحرم منها. نعم.